أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من آخر طبعة، والتي نستضيف فيها هنا في الاستديو وزير الدفاع الوطني السابق فايز غصن. بداية أهلا بك معالي الوزير. أهلا بك. معالي الوزير، سوف أعود معك إلى عام 2011 يوم تحدثت عن وجود القاعدة في جرود عرسال. وقتها يعني كان هناك هجوم عنيف عليك، حتى أنه يعني طلبت بالاستقالة ورفع الثقة، أيضا سحب الثقة عنك. اليوم خيضت عمليات تحرير الجرود وتم الانتصار. بداية ماذا يمكن أن نقول عن تلك الفترة وهذه الفترة وتطوراتها؟ يعني بعتقد انه الامور رجعت لنصابها، هيدي بالدرجه الاولى. واثنين، اهم ما في بهذا الموضوع انه الجرود تحررت، وهذا ساعه كثير مهمه، انه التلاحم بين الجيش والمقاومه قدر حرر هالبقعه الثمينه من الارض اللبنانيه يلي صار لها 4 5 سنين مغتصبة بشكل أو بآخر، وكانت عم بتهدد الأمن اللبناني ككل، وكانت ممكن بأوقات معينة برغم الاشتعالات اللي حوالها والحرائق اللي كانت عم بتكون حوالها لبنان أنه تمتد، وأنه كان في خوف وكان في فزع وجزع عند كل اللبنانيين من أنه هالموضوع ياخد بعده الأكثر. فهالعملية اللي صارت إن كان بعرسال وإن كان بجرود القاع بين من الجيش ومن المقاومة وصلت إلى أنه البلد فعلا رغم هالانتصار المر، لأنه صار في شهداء، وهون بتوجه لأهالي الشهداء بكل تعزية وبكل فعلا حزن على هالجنود اللي استشهدوا، اللي هن راحوا ضحية البلد وراحوا ضحيتنا جميعا، ويلي نحن لازم نقدره تمام التقدير ونقول انه هو راحوا دفاعا عن الوطن، وامتزجت دماءهم بارض الوطن لتحررنا، وفعلا وصلنا للي نحن بدنا اياه. كمان اتمنى للجرحى اللي اصيبوا بهالمعارك، واللي الناس اللي اصابها منها كثير امور بهالموضوع هذا بالذات، من خراب، من أي شيء ممكن، أنه ترجع الأمور إلى ما كانت عليه. فالبلد اليوم بعتقد أنه بنقطة تحول أساسية، وبنقطة بتدعي اللبنانيين لمراجعة حساباتهم من أول وجديد حول المسار اللي كان موجود والتشنجات اللي كانت موجودة، وفصل هذا الموضوع عن الأمور الإقليمية اللي فعلا كنا أي حدا بياخد أي خطوة بالبلد بيتحجج أنه هذا موضوع نتيجة أوضاع إقليمية معينة أو دولية أو تغيرات أو ممكن شيء يكون طرأ على هالموضوع. فبعتقد أنه نحن صرنا بحالة من ال خليني أقول بحالة شوي من التطور السياسي اللي بيمنعنا نقدر نفكر بشكل أو بآخر بشكل كتير إيجابي وأكثر ونستفيد من هذا الموضوع. وهون بحيي الشعب اللبناني يلي كان وراء الجيش والمقاومة بعاطفته وبحنانه وبتقديماته اللي قدمها بكل شيء، بحييهم لأنهم فعلا خلونا نحس أنه نحن عايشين بوطن بعد أبناء شعبه يؤمنوا بوطنيتهم أولا. مع الوزير، سوف نتحدث عن انعكاسات يعني معركة تحرير الجرود، إن كان جرود عرسال أم جرود رأس بعلبك والقاع، على الوضع السياسي في لبنان. ولكن يعني كنت قد طلبت رأيك في عملية الانتصار، ولكن شخصيا قلت بأنه يعني لقد أنصفك التاريخ. أريد منك نعم أن تعلق على هذا فعلا أنا كنت أمام خيارات عديدة وقت اللي تعرفي هذا موضوع أمني بالدرجة الأولى، وكان البلد مخصوم، بلد مخصوم بأفرقاء سياسيين، وكان الفرقة اللي موجودة كانت حادة، وكانت أكيد امتداداتها إقليمية وشوي دولية. يعني هالموضوع كان صعب، والسجال بين اللبنانيين كان قاسي، وانت عم بتشوفي على التوك شوز وعلى الخطابات وعلى الجلسات قديش عم بيكون حدية التعاطي والكلام القاسي اللي عم بيصير يلي ما تعود عليه لبنان بتاريخه السياسي. انا بدي اقول انه هون بهذا الموضوع اللي تفضلتي فيه انه اكيد انه انا كان لابد من اني اخذ خيار واخذ قرار، فحطيت حبيت اني احط كل الناس انطلاقا من مسؤوليتي، يا انا مسؤول يا انا غير مسؤول، حط الناس باجواء ما يحدث، الكل يقدروا يعرفوا شو لازم يعملوا ويتصرفوا، وبالبيان اللي عملته انه تفضلوا هلا في قضيه مهمه داهمه لكل الشعب اللبناني، تفضلوا اتحدوا وشوفوا باي طريقه، عن طريق الحكومه، عن طريق حوار، عن طريق مجالس، عن طريق اللي بتريدوه، ولكن هالتصدي لهالموضوع بالذات اليوم كلفته كثير اقل، وبالفعل كانت كلفته كثير اقل، ممكن انه نوصل لبعدين، والبرهان على ذلك وصلنا لمحل دفعنا شهداء ودفعنا جرحى ودفعنا اوضاع كثير صعبه بالبلد، قدرنا وصلنا للنقطه اللي وصلنا عليها، ولبنان مرق بال2000 وبال2005 وبال2008 بعتقد انه مرق بمحن كثيره وبامور كثيره تتحرر البلد، يعني نحن على كل مره عم نعمل معركه مع 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 كل ما يمكن ان يهدد وحده البلد، هالبلد الصغير يلي مقوماته كثير كبيره ويلي امكانياته كثير كبيره، بس بده كمان ينعمل له ارضيه ثابته تيقدر ينطلق منها، انه يكون على مستوى الاحداث، على مستوى التطورات، على المستوى الاقليمي، وشفنا شو صار باللي حوالينا وهالحرائق اللي اندلعت وين ما كان، ولكن قدرنا الى حد ما بالحد الادنى انه نحافظ على وضعنا انه ما يقدر يوصل حد ادنى من الاستقرار في لبنان. مع الوزير يعني تحدثت عن التكلفه الباهظه التي يعني قدمها الجيش يعني فيما خص هذه العمليات، عمليات تحرير الجرود. ما ان تم الكشف عن مصير العسكريين المخطوفين حتى يعني اشتعل السجال السياسي وتبادل الاتهامات، برأيك وقت ذاك هل كان بإمكان الجيش القيام بعملية لفك أسر الجنود المختطفين؟ يعني هناك آراء يعني مختلفة ومغايرة لبعضها البعض، قائد الجيش كان لديه رأي، بالأمس يعني كان هناك رأي أيضا لقائد فوج المغاوير يعني يقول بأنه كان يمكن الاستمرار في العملية وكانت التكلفة لن تكون بهذا المستوى. هلا هون هذا الموضوع قابل للجدل وقابل للبحث وقابل للمعطيات حسب اللي كانت. هون بتفرق عن الوضع اللي كان بال14 عن الوضع اللي بال17. هلا اكيد الجيش موجود كمؤسسة عسكرية حامية للبلد انها تاخذ كل شيء على مسؤوليتها وتنفذ الشيء اللي تعمله، خاصة أن هناك مقاومة تعمل من ناحية أخرى على الهدف ذاته، وهي لأول مرة بالتاريخ إذا نشوف أنه جيش ومقاومة بيتفقوا على هدف واحد بوقت واحد وبزمن واحد تيوصلوا إلى التحرير، وهذا ما حصل بلبنان، وهيدي فرادة لبنان بتأتي من هذا الموضوع. أنا بعتقد ماني خبير عسكري، أنا عملت وزير دفاع بس، ولكن كنت وزير سياسي أكثر ما كنت وزير أمني. أنا أعطيت الأمور اللي بقدر أعطيها بصفتي المسؤولية، بصفة المركز اللي أنا كنت فيه، بس أنا ما بقدر أعطي ميدانيا شو ممكن كان يصير، ولكن بقول أنه الجيش لا يمكن أن يقصر أبدا ومطلقا بردع أي موضوع داهم على الساحة وعلى الأمور اللي بتهدد المواطنين واللبنانيين. ما في شك انه كمان بدنا نشوف الامور كلها وبدنا نقيسها بمكيالين، من ناحيه كان الجيش عم بيتحضر لهالموضوع، من ناحيه ثانيه كانت مخابراته عم تشتغل بشكل جيد، كشفت خلايا كثير وضبطت ناس كثير وجابت عالم كثير ومن شبكه لشبكه، وانا بتذكر وقت اللي كنت وزير على التلفزيون وعلى عده وسائل وبالبيانات اللي عملتها كشفنا كثير امور وكثير خلايا كانت نائمه بهديك الوقت، وصلتنا يمكن أنه نقدر نحصر هالعملية بجرود عرسال وما فوق، ونقدر نقول أنه صار في تحضير على هالأساس. هلأ انه موضوع انه الجيش يحسم ولا لا، انا مع طبيعه انه اكيد الجيش يحسم بطبيعه الحال، الجيش وجد ليحسم كل عمل، ولكن وقت ذاك كان بامكانه القيام بهذا الحسم. انه باي وقت عنده بامكانه يعني. طيب يعني قرار اتخاذ الموقف هل يعود للجيش عندما يكون الموضوع يتعلق بميدان وبحادث يعني بمستوى حادثه الخطف، خطف العسكريين؟ يعني هناك قوانين في لبنان وهناك اعراف، يعني القوانين هل تعطي الجيش هذا القرار؟ هون خلينا نوضح الموضوع بالذات. لبنان بتركيبته السياسية والدستورية والقانونية ومن كل النواحي، شو هي اللي بتتحكم بالقرار في لبنان؟ هناك وزارة الدفاع، هناك قيادة جيش داخل وزارة الدفاع داخل وصاية وزير الدفاع. وزير الدفاع وقيادة الجيش تابعين لقرار يطلع يصدر عن مجلس وزراء. مجلس وزراء موجود، ولكن في هنالك مجلس دفاع أعلى عند الأزمات الطارئة والأساسية والمهمة اللي بتطرق على أمن البلد، ورئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوى المسلحة في البلد، فهودي كلهم سوا بتقدروا يجتمعوا بوضع معين وبيشوفوا درء هذا الخطر، بيشوفوا المعلومات اللي عنده، المعلومات اللي بتجيهم من برا، الأمور اللي ممكن تتجمع لاتخاذ القرار المناسب. هذا موضوع حرام بالطريقه وبالتركيبه اللبنانيه اللي كلنا بنعرفها وعايشينها ومعايشينها تاريخيا، انه نجي دائما نحمل المسؤوليه لشخص واحد، هذا حرام. هون في مسؤوليات تتحملها مؤسسات كامله. هلا بيجي بيقول الوزير الفلاني عمل هيك او اتخذ قرار هيك، وبيجي بيصير في جدل بين الوزير وهل بيروح على مجلس الوزراء تيتغطى بقراره السياسي وبياخذ. نحن في مشكله عم نعيشها، وهي عشناها ما بعد الحرب وعشناها ما بعد الطائف، ويا ريت طبقنا الطائف، بمعنى انه صار كل واحد بلبنان بيقرا شويه قانون وبيقرا شويه، صار عنده اجتهاد، وهذا الاجتهاد حاضر انه يمشيه ويصبح هذا الاجتهاد عرف وبيمشي عليه. لا يا عمي، في دستور، في قوانين، في مؤسسات، في مجالس ان كانت دستوريه ولا المجلس النيابي، هيئه القضاء، يعني في عده مؤسسات من الجألة تقدر تاخذ القرار، مش شخص واحد بياخذ القرار، الشخص الواحد بينفذ. اللي احنا في اداه التنفيذيه واداه اللي بتاخذ القرار فيه. من هون بعتقد انه هذا الموضوع كافي وافي تنقدر نشرحه وتنقدر نوصل لنقطه انه ما كل حدا فاتح حسابه. يعني بطريقه مبسطه معالي الوزير، الجيش يتبع اليوم لقرار سياسي. طبيعي. طبيعي الجيش يتبع لقرار سياسي، لانه اليوم خديها انت شغله مبسطه كثير. اي جيش انه مين بعينه؟ الوزير؟ لا. اي جيش بعينه مجلس وزراء. قائد الجيش بالنهايه يعين بمجلس وزراء، وكل الامور تعود الى السلطه التنفيذيه يلي هي بتتحكم بقرار امور وسياسه البلد. من هون يعني الكلام ما كثير دقيق وقت اللي بينقال انه هو بياخذ قرار او فلان بيقول له القرار، في هيئه كامله لهالموضوع. افهم من حديثك بانك تصوب ربما على الاتهامات التي وجهت الى الرئيس تمام سلام في هذا، يعني الحقيقه عم بحملوه كثير اكثر، عم بحملوه ام الحكومه مجتمعه؟ انا بعتقد انه هون الموضوع، بتعرفي بعد الطائف صارت الحكومه، ورئيس الحكومه لابد من انه دور استثنائي، بس ما بعرف هذا الموضوع وما بدي يكون كثير. انا اجل واحترم الرئيس تمام سلام، ولكن ما بعرف انه اذا بهذا الموضوع بالذات عم بيتحمل اكثر مما هو فعلا مسؤول عن هالموضوع. ولكن في هذا الموضوع هل عاد الى مجلس الوزراء وقتها ليوقف العمليه؟ ما عندي فكره طبيعيه. اذا بحثوا هالموضوع بمجلس الوزراء وتوقفوا نقلوا، ما بعرف، ما كنت وزير، بس اللي عم بسمعه هلا، لانه ما مثل ما قلت لك صار الاجتهادات كثيره، كل حدا بيقول لك صار هيك بوقت معين وصار هيك. يعني ما عم نقدر نعرف الحقيقه الفعليه يلي ادت لاتخاذ بعض القرارات المهمه. ما بعرف، قد يجوز انه التاريخ او المستقبل يكشفها، بس ما بعرف. يعني أنا بعرف لأني وقت أخذت أنا الشيء اللي حكيته علنا، أنه حكيته قدام الرأي العام وحكيته قدام ضباط، يعني ما في مرجع أني أقدر أرجع له، بس أنه هذا الموضوع ما انعطانا شيء او ماده اساسيه تنشوف وين الخطا وين الصواب. طيب مع الوزير يعني بدأت الأصوات تعلو في اليومين الماضيين، لكل طرف سياسي له رأي يعني في ما حصل، وأيضا يعني في مجمل عمليات التحرير وما تبعها من كشف عن مصير العسكريين المخطوفين. رئيس الحكومة سعد الحريري وفي تغريدة على تويتر قال بأن كان هناك وزراء في هذا الحكومة ممن ينتقدون اليوم القرار الذي اتخذ في ذلك الوقت، كان عليهم ربما أن ينسحبوا من الحكومة أو يستقيلوا من الحكومة. هل ترى في هذا الموقف واقعية؟ ما يعني ينسحبوا كيف؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ اعتراضا ربما على الموقف الذي اتخذ بإيقاف العملية. بإيقاف العملية، إيقاف عملية ربما استعادة الجنود أو محاصرة المختطفين. الحقيقة ما بنعرف شو الظروف اللي كانت بهذا الموضوع. إنه صار في تقصير، قد يكون هناك تقصير، ولكن ما بنعرف شو الظروف الفعليه يلي ادت الى هذا الموقف بالذات. وبعتقد هون انه لسه بتبين الامور على حقيقتها وبتعطي الامور وضعها الصحيح، بس لهلا بعد العمليه ما تنسي شغله سترانا، انه نحن طالعين من 3 4 ايام او اسبوع من بين تجيش عسكري وامني على الجرود، والعالم على اعصابها، والناس ناطره هل هالجنود بعدهم طيبين، رغم انه في بعض المعلومات بتقول انه ميتين من قبل. في نوع من التعصيب عند الجميع، عند المؤسسات، عند الكل، انه شو بده يصير. واذ ياتي الخبر المفجع وهالجماعه استشهدوا باوقات معينه، فهيدي بتخلق نوع من رفع مسؤوليات على اشخاص وبتنحط على اشخاص اخرين. يعني نحن ما عم نعيش اليوم حاله فعليه طبيعيه نقدر نعرف الابيض من الاسود، ونقدر نعرف انه في مسؤوليات لازم اللي يعامل هذه المسؤوليه يتحمل مسؤوليته. بالنهايه كل انسان بيتحمل مسؤوليته، كائن من يكون، وباي ظرف وباي وقت وباي شيء ممكن انه يحدث. وهذا الموضوع بتصور ما بدي استبق الامور، الامور هي بتحدد ذاتها بذاتها، اللي عنده مسؤوليه يتحمل مسؤوليه ويروح للآخر فيها، واللي ما عنده مسؤولية ما عنده مسؤولية. طيب سوف يعني نسأل بعد يعني مشاهدة عناوين الصحف العربية الصادرة هذا الصباح عن كيفية المحاسبة ومن سيحاسب من، ولكن نتابع عناوين الصحف. أهلا بكم في هذه الجولة على بعض أبرز عناوين الصحف العربية، سنبدأها من لبنان مع صحيفة الأخبار. على صورة غلافها طريق التحرير، إيران، بغداد، دمشق وبيروت. بري للأخبار، أي لاعب بالانتخابات سنرد عليه بانقلاب. وفي الصحيفة اللبنانية، الإمارات تستعد للاعتراض، تركيا وإيران استعماريتان. ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية، بارزاني للشرق الأوسط رفضونا شركاء في العراق وخيارنا الاستفتاء والاستقلال، أكد أن الدولة المستقلة لن تكون جزءا لا من الهلال الإيراني ولا غيره. لافروف ندعم جهود الرياض لتوحيد المعارضة السورية، الإمارات دعت إلى خروج إيران وتركيا، والعبادي رفض نقل الدواعش إلى حدود العراق. في الشرق الأوسط، اتهامات لإسرائيل بتقسيم الأقصى، كوتريش متمسك بحل الدولتين ويهاجم الاستيطان. ننتقل إلى صحيفة القدس العربي، جاء في أبرز عناوينها قوات أمريكية تشتبك مع فصائل معارضة مدعومة من تركيا، ومقاتلاتها تشن 133 غارة وتقتل 27 مدنيا بقصف على الرقة. الإمارات تنتقد الدور الاستعمارية لأنقرة في سوريا. العبادي يرفض نقل عناصر الدولة من لبنان إلى حدود العراق، انتقد ضم كركوك لاستفتاء كردستان، واتهامات للبشمركة بتهريب قيادات التنظيم. الشرطة البريطانية تعيد فتح التحقيق في اغتيال ناجي العلي. أما في صحيفة الدستور الأردنية، الملك حل القضية الفلسطينية يؤدي لإيجاد أرضية لحل الصراعات الأخرى، جلالته يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي في أوتاوا، الانتصار على الإرهاب والتطرف من خلال نهج شمولي. نتنياهو ضفة مستقبلنا ولن نخلي أي مستوطنة، الأردن يدين اقتحام عضوي كنيسة للمسجد الأقصى. الجيش السوري يصد هجوما للنصرة في ريف حماة. ننتقل إلى صحيفة الصباح الجديد العراقية، وفي أبرز عناوينها اقتحام مركز ناحية العياضية غربية اللعفر وتحرير المبنى الحكومي بعد معارك شرسة. الأحرار الزيارات الإقليمية للصدر أهدافها وطنية خالصة. مجلس كركوك يصوت على مشاركة المحافظة باستفتاء إقليم كردستان. في صحيفة الأهرام المصرية، قطر تتجه لتقليص الإنفاق الحكومي بعد مؤشرات تراجع الاقتصاد. ونختم بأبرز ما عنونته صحيفة الوطن القطرية، تسهيل الإجراءات الجمركية عند تخليص البضائع والمعدات، قطر وجهة استثمارية عالمية. قطر تدين بشدة اقتحام أعضاء بالكنيسة ومستوطنين باحات الأقصى. بهذا العنوان نأتي إلى ختام هذه الجولة، عودة لمتابعة آخر طبعة. شكرا للزميلة فاطمة قاسم على قراءة عناوين الصحف العربية الصادرة هذا الصباح، وأعود إليك معالي الوزير. يعني في إطار التصاريح التي سمعناها مؤخرا، كان هناك تصريح أيضا لافت لنائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق ليلى الفرسلي، حيث دعا إلى محاسبة الرئيس السابق ميشيل سليمان لإنكاره. هو مش جديد، من زمان نعم، ولكن جدد الدعوة لإنكاره يعني وجود عناصر إرهابية في الجرود، ويعني وقال بأنه أمن بهذا الإنكار أمن لهم الغطاء السياسي. ما رأيك بهذا الدعوة؟ أنا الحقيقة بكل احترام لدولة نائب الرئيس يلي بذله بحترمه، وما في شك انه تعايشنا نحن وياه فتره طويله داخل مجلس النواب وبرات مجلس النواب، وبعتبر انه ببعض الامور وباكثريه الامور له اراءه كثير جيده وايجابيه، بس هذا الموضوع بالذات يعني الحقيقه انا ما بدي يكون منصف، يعني ما بدي دافع ولا بدي ايد، انا بدي اقول شغله انه هل سبق بتاريخ لبنان صار شيء من هالنوع؟ صار في اغلاط كثيره بالتاريخ، من التاريخ لليوم صار في وقفات كثير مهمة أنه يجب الانتقاد عليها ويجب محاسبتها ويجب 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 قد ما بدك، بس أنه عملية هالكلمة أنه أنا بتصور أنه فيها شوية حدية أكثر. طب إذا لم تتم المحاسبة في فترات سابقة، هل هذا يعني بأن لبنان لن يعني تتم في المحاسبة لأي سياسي ولا أي أخطاء سياسية؟ هيدي النقطة اللي كأنك أنت عم بتفكري مثل ما عم بفكر. يعني أنا بقول أنه هذا الموضوع، مش هذا الموضوع تحديدا ولكن كل مواضيع، أنه إذا ما بيصير فيه نوع من إعادة محاسبة لكل الأمور اللي عم تحدث بالبلد، أو إذا هالقد الناس بتحكي عن فساد كثير وعن قصص كثيرة وأنه ما بنقدر نعالجها ولا بنقدر نعاقبها لأنه هذا أخطبوط ومافيات متحكمة وقصص من هون وهون، نوضح لهذا الموضوع ونبلش فعلا بناء الدولة يلي بترعى مصالح الجميع، دولة المؤسسات. يعني أنا بتذكر بمجلس النواب وما قبل مجلس النواب مين ما يطلع يخطب بناء دولة المؤسسات، صار لنا 40 سنة ببناء دولة المؤسسات، بحلا نبنيها، يعني خلصت كل شيء في بنايات بلبنان وسهل هالمؤسسة ما انبنيت، انه يا بدنا نبني مؤسسة، اجا رؤساء جمهوريات، اجت حكومات، اجا رؤساء حكومات، ما يصير في تخطيط، ما في رؤية، ما في نمو، ما في تطلعات لقدام لكيفية بناء البلد، على طول عم نتلهى بعملية الطائفية والمذهبية والمناطقية والتركيبة اللي تتفاوت بين منطقة وأخرى، وهالمنطقة بطلع لا حتى الإنماء. يعني أنا بتصور ربيت بسمع الإنماء المتوازن، ما شفت شيء من هذا الإنماء المتوازن. فلتكن هنالك حكومة أو هنالك جهة كائنا من تكون أن تعطي هذا الإنماء فعلا إنماء متوازن لكل المناطق، لأنه لبنان منه أمريكا ولأنه روسيا، يعني أمريكا هالبقعة الصغيرة، لبنان هالبقعة الصغيرة اللي بيجمعوا الجبل والبحر وهالمنطقة الخضرة اللي فيه خضار وعم بيروح قصص، يعني السنة المقالع والكسارات والبيئة صرنا بنبحث فيها عشرات السنين. فبعتقد انه حلنا بقى نوصل لمرحلة بدون ما نحط هذا الموضوع انه بدنا نحاسب بعضنا على امور بشكل أو بآخر، ربما لن يكون هناك محاسبة سياسية، ولكن سوف نتحدث بعد الفاصل عن محاسبة ربما من نوع آخر مع الوزير. لكن نحن سنذهب إلى فاصل ومن ثم نتابع حلقة آخر طبعا. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من آخر طبعة، وأيضا أجدد الترحيب بضيفنا هنا في الاستديو وزير الدفاع الوطني السابق مع الوزير فايز غصن. سوف نتابع هذا النقاش مع الوزير، ولكن سوف نذهب إلى فقرة إقراء الحدث ومن ثم نتابع. اقرأ الحدث. البناء اللبنانية، الحريري وميقاتي يدافعان عن سلام. قالت مصادر سياسية وعسكرية للصحيفة إن رئيس الحكومة السابق تمام سلام لم يكن مخولا في معركة عرسال عام 2014 التفرد باتخاذ القرار والطلب من قيادة الجيش وقف العملية العسكرية، بل كان عليه أن يعود إلى مجلس الوزراء لاتخاذ مثل هذا القرار. وأوضحت أنه كان على قيادة الجيش ألا توقف العملية حتى وإن تعرضت لضغوط سياسية، لأنها هي الجهة المخولة اتخاذ القرار في الميدان، ولا سيما إذا تعلق الأمر بهيبة الجيش وكرامة جنوده ومعنوياتهم. المصادر أشارت إلى أن السلطة حينها أخضعت الجيش لتسوية على حسابه، إن كان بخسارة جنوده أو بتراجعه عن نقاط استراتيجية في جرود عرسال، ما سمح للإرهابيين بالانسحاب مع العسكريين. وأوضحت أن الجيش كان باستطاعته استرداد جنوده أحياء من خلال عملية عسكرية تفاوضية، حيث يحاصر الإرهابيين ويخيرهم بين الموت أو إخلاء سبيل الأسرى وفتح ممر آمن لهم إلى الجرود، لكن ما حصل كان خطأ عسكريا وسياسيا فادحا. الأخبار اللبنانية. بري سنرد بانقلاب على أي لعب بالانتخابات النيابية. حجبت معركة الجرود والكشف عن مصير العسكريين اللبنانيين الضوء عن ملف الانتخابات الفرعية والكباش الذي كان دائرا حولها. هذا ولم يكن خافيا أن تطيير الانتخابات كان مطلبا رئيسيا للرئيس سعد الحريري، الذي يريد أن تنكشف ساحته الشمالية منذ الآن، وخصوصا في مدينة طرابلس. بالنسبة إلى الرئيس نبيه بري، الانتخابات الفرعية استحقاق دستوري يجب إجراؤه ولا حجة للقفز فوقه، وهو وصلت إلى إسماعه الصعوبات التي تواجه عمل اللجان الوزارية والتقنية المعنية بالانتخابات النيابية المقبلة، ولديه موقفه القاسي من الأمر أيضا. كما يقول للصحيفة، تبدو التباينات بين الفرقاء السياسيين تقنية حتى الآن، لكن التباين التقني الذي يهدد البطاقة الممغنطة يدفع التيار الوطني الحر إلى السؤال عن سبب تأجيل الانتخابات إذا لم يجري اعتماد البطاقة الممغنطة والضغط في سبيل اعتمادها، بينما تفكر حركة أمل في طرح تقريب موعد الانتخابات إذا تعثرت مسألة البطاقات. إلا أن مجرد الحديث عن احتمال تعثر الانتخابات النيابية يدفع رئيس المجلس النيابي إلى التأكيد أن هذا الأمر غير مسموح به ولا يمكن أن يحصل. ويذهب بري بعيدا في تأكيد موقفه ويقول للصحيفة: أي لعب بالانتخابات النيابية المقبلة سيكون الرد عليه انقلابا في البلد وليجربوني. أعود إليك مع الوزير. هناك كلمة أخيرة فيما خص إطار المحاسبة، وأنا سأسألك أيضا في هذا الإطار، هل يمكن أن يتحرك القضاء العسكري أيضا في هذا؟ بعرف هذا يعود إلى القضاء العسكري ويعود إلى الطريقة اللي هن المعطيات اللي عندهم، ولكن أنا هون بحب أقول بهالموضوع بالذات ومن بعد تجربة إنه فينا قد ما بدك نلقي التهم ونقول، وبعض الامرار بتكون مضبوطه وبمحلها، ما عم بقول لا ابدا ما بري حدا، بس انا بدي اقول شغلي انه ليش على طول بلبنان بنحكي عن المحاسبه وبنحكي عن كذا وهذه هالنقطه الفلانيه وفلان عمل هيك وفلان فات على السلطه واستفاد منها وفلان مفسد وفلان ما بعرف شو، ما بتسمعي الا هالحكي وبيحطوا لك اخباره بدون ما يسموا وسترى سترى من هالامور. انا بدي اقول شغله، في انتخابات جايه، الناس عم تقرا وعم تشوف، والميديا صايره اليوم اقوى من اي وقت، والتواصل الاجتماعي حرق الارض. طيب انه تعوا بكره في ناس بدها تقدم على الانتخابات وفي ناس بدها تتبوق مراكز وفي ناس كذا، تفضلوا حسبوها. لا 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 بدي حسبه بالواسطه، خليني حسبه بالمباشر، خليني روح لعب المباشر وقول انه هذا الزلمه لا يستاهل ان يكون يستلم هالمركز او هالمركز او هالقصه او انتخبه بالانتخابات او حط عليه الشيء اللي انا عم بشوف انه عندي اثبات بتهمه فيه، بس يكون عندي اثبات اني اتهمه فيه، مش انه انا طلع على بالهم اثنين قاعدين هيك قدام الباب انه فلان عمل هيك، شو خيي شو فلان عمل هيك. طب هل توافق مع الوزيره القراءه التي تقول بان هذا السجال الحاصل اليوم وهذا التشويش على الانتصار الذي حصل له ايضا بعد انتخابي؟ يعني اكيد بتصور هلا زمن انتخابات وهلا من هلا ورايح كل شيء عم بيصير وكل هالحكي، اول شيء بتشوفي التحركات اللي عم بتصير بالبلد ما كانت تصير من سنه ومن سنتين وثلاثه، مزبوط؟ كل يوم او كل يوم بعد يوم او كل سبت واحد يا مهرجان يا قصه يا زياره يا ما بعرف شو، عم بتبين الاستقبالات اللي عم بتصير مختلفه، الحكي بين الناس وبين الفرقاء وبين الاحزاب وبين المرجعيات كمان عم بيختلف وعم بيتكثف، التعليق السياسي اليومي عم بيكون شبه معمم عند الكل انه في جو يدل على هذا الموضوع، وفي انتخابات مبدئيا نحن بنقول انه بايار في انتخابات، وفي هذا القانون اللي انعمل رغم الملاحظات الكبيره والكثيره اللي عليه، ولكن بالنهايه اذا ما صار في اي شيء هذا القانون بده فعلا يكون، ولكن بدا يتردد كما هو يعني هلا عم يتردد انه في تعديلات في صحيفه الاخبار انه يمكن ان لا يكون هناك انتخابات بحجه يعني بدك المضبوط. انا سياسي وصار لي 40 سنه بالسياسه، هذا القانون ما فهمته بعد، فهموا يعني فهم مبدئيا وفهموا لانه نحن بحكومه الرئيس ميقاتي عملنا القانون اللي كان في صوتين تفضيليه وعلى صعيد الدائره مش القضاء، وكان وحطينا هداك الى حد ما فهمناه وكان اللبنانيين قدروا، بس هذا القانون ما يعني كيف فيك تقولي انه ثلاثه نحن بالمنطقه ثلاثه بدنا نكون بالتفضيليين وعلى فرد لائحة، وكيف بدنا نقدر نكون نتعامل كحلفاء مع بعضنا؟ كيف ممكن هيك؟ كل واحد بده يركض مشان يكون هو التفضيلي، يعني بدنا هالموضوع هيشرحوا لنا هيك بدها تصير، بعدين الآلية اللي بدها تصير الإدارية، كيف هي هالآلية؟ وينو الكرت الممغنط؟ يلي هيدا بيقولوا بوقتها انه بده سنه تيتحضر، هيك قال وزير الداخليه وقالوا كل الافرقاء، في عده اسئله ما عم نقدر ناخذ اجوبه عليها، بقى نحن ما في شيء بينقذ البلد الا الانتخابات، الانتخابات بتحدد المسؤوليات، بتحاسب الناس وبتخلي انه هالناس اللي بدها تجي فعلا تشتغل انه ترجع تبني دوله مؤسسات. طيب يعني من جراء متابعه كل ما حصل بعد اعلان الانتصار وقد اعلنه رئيس الجمهوريه اليوم، هل نحن امام انقسامات حاده بين الاطراف السياسيه في لبنان على شاكله انقسامات 2005؟ هل سنعود الى ثنائيه الثامن والرابع عشر من اذار؟ يعني هناك اصطفافات ومواقف عاليه السقف في الاونه الاخيره. اللي مبين فعلا مش هيك، لانه بوقتها كانت نتيجه ضربه قاسيه على البلد، وكان في حكي انه كان في تحضير اقليمي ودولي للشيء اللي بده يصير بالبلد، وفعلا صار، وهلا عم بتبين الامور وعم بتبين الخيوط تباعا ببعض المسائل اللي كانت عالقه وما كانت مفهومه على الاخر. هلا اذا ضل الانقسام سياسي بحت انتخابي بحت، هيدا موضوع صحي مش موضوع خلاف كبير، وهذا بيؤدي انه في تسابق وتصارع لخدمه البلد وبناء الدوله. هلا إذا كان هيك بنتمناه نحن كمواطنين، نؤمن بالبلد، نؤمن بمستقبلنا، نؤمن بالمؤسسات، نحن نتمنى إنه هذا النهج هو اللي بيربح، وهذا النهج هو اللي بياخذ فعلا الطريق الصحيح لبناء البلد. لكن هذه السجالات التي نتابعها يوميا مع الوزير هل تشي يعني بأطراف تريد لهذه الدولة أن تبنى؟ ليكي هون أنا بدي أكون شوي صريح يمكن وما تقبليني فيه. تفضل. انه في انقسامات سياسيه وفي تحديات سياسيه وفي ناس عم بتروح بعيد، بس كمان شوي بتمنى وانا اعلامي كنت انه الاعلام شوي يروق بهالموضوع ويساهم الى حد كبير بعمليه جمع الناس على بعضها وتقريبها على بعضها، مش يجي المراسل او كذا دغري يحط ويسال فلان قال عنك هيك، اساله بالاول شو موقفه السياسي شو كذا شو كذا، وقال له يقال انه يعني بنحط الامور باطار مش حديه وكذا. لكن ألا يحمل مع الوزير الإعلام اليوم أكثر من حجمه؟ يعني هناك يعني الأطراف السياسية تعتمد اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلق المواقف الحادة عبر هذه المواقع وليس عبر وسائل الإعلام التقليدية. أنا معلش بدي أقول شغلة، يعني بدي أوضح النقطة بالذات. أنا بعتبر الإعلام بلبنان جوهرة، لأنه مش موجود مثلها وين ما كان، وين ما تروحي ما في مثل الإعلام بلبنان. بس بما انه الاعلام صار هالقد قوي بالبلد وصار متحكم، بنتمنى عليه يكون دوره مثل دور السياسيين الجيدين، يكون عم بيعطي انتاجيه جيده، ما يكون عم بيساهم بانه بالمزيد من التشنجات. ونحن بنعتبرهم، بنفتخر باعلامنا، بنفتخر باقلامنا، بنفتخر بالناس اللي عندها هالموهبه الاعلاميه بالبلد. وكل عمره لبنان مصدر، و يعني في كنز بلبنان من الاقلام والمثقفين اللي بدك توصيهم بهالناحيه. فبتمنى انا بهالموضوع نكون كلنا ايجابيين، اعلام وصحافه ومسؤولين وسياسيين، لانه حياه البلد ما بقى يحمل. سوف نعود إلى مسألة تحرير الجنود، وسوف ربما نتحدث أكثر عن هل هناك من نمط دفاعي جديد يعني يعيشه لبنان بعد هذه العملية. ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى فقرة اقرأ تركيا، وهي الفقرة الأخيرة، ومن ثم نتابع. اقرأ تركيا، جمهوريات، رابحون وخاسرون. تعكس التطورات المرتبطة بسوريا أن إسقاط نظام الأسد أصبح من الماضي، وأن هزيمة خلافة داعش باتت محتومة. أما التوازنات الجديدة فأفرزت رابحين وخاسرين. أما الرابح فسوريا التي من خلال الدعم الإيراني فالروسي واليوم باقتراب السيطرة على دير الزور الغنية بالنفط أبعدت شبح التقسيم. كما أن روسيا من الرابحين حيث نجحت في استخدام قوتها العسكرية وأوجدت مسار أستانا البديل الذي ربط به جنيف. أما إيران فقد واجهت أمريكا في كل المنطقة، وكانت العنصر الذي كسر سياسات أمريكا في سوريا والعراق. هذا وتحول حزب الله بفضل الحرب السورية إلى قوة إقليمية، ودوره في هزيمة داعش والقاعدة كان كبيراً، واليوم وصل إلى ذروة قوته في سوريا مثيراً قلق إسرائيل. أما قائمة الخاسرين فطويلة، تبدأ من الولايات المتحدة التي انفجرت كرة التكفيريين في يدها وفشلت في فرض قوة المعتدلين. بينما دول الخليج يكفي أن الحرب السورية قد فجرت مجلس التعاون الخليجي. وختاما يكفي تركيا أنها خسرت أحلامها في حلب والموصل التي تبخرت نهائيا. مليات، حال البلاد في عيد النصر. 95 عاما مضت على نصر أتاتورك الكبير ضد اليونانيين. أي حال لتركيا اليوم؟ الكرسي الذي جلس عليه أحمد داوود أوغلو حول سياسة الصفر مشكلات إلى سياسة عداوات مع سوريا والعراق وإيران ومع مصر السيسي، والعلاقة مع أرمينيا معلومة، والكباش مع روسيا مستمر برغم التحسن المحدود. ذهب داوود أوغلو وجاء بن علي الدريم الذي رفع شعار تخفيف العداوات وكسب الأصدقاء، لكنه أضاف أعداء إلى الأعداء القدامى. العلاقات سيئة جدا مع ألمانيا وهولندا والنمسا، وتمر بمرحلة دقيقة مع فرنسا، فيما الهوة تتسع مع الاتحاد الأوروبي ومع أمريكا حدث ولا حرج بسبب دعمها للكرد وانقلاب 15 من تموز يوليو 2015. باختصار هذا هو الوضع. حريات، تحذيرات أمنية أمريكية. وردت معلومات استخبارية أن طائرتين من دون طيار عائدتين للولايات المتحدة قد سقطتا في محيط قاعدة أنجرليك وفي جنوب تركيا. الشائعات قالت إنهما كانتا تنفذان أعمال تجسس لمصلحة حزب العمال الكردستاني ورصد لتحركات القوات التركية، وخصوصا في ظل الكلام عن حرب قد تشنها أمريكا مع القوات الكردية على إدلب. لكن وجها آخر للمسألة تعكسه مصادر استخبارية، وهو أن واشنطن حذرت تركيا من احتمال استخدام داعش طائرات بدون طيار لضرب قاعدة أنجرليك والسفارة الأمريكية في أنقرة، ومن نتيجة ذلك أن السلطات التركية منعت تحليق حتى الطائرات من دون طيار في الاحتفالات والأعراس من دون إذن السلطات الأمنية، وهو ما ينعكس حملات مكثفة يومية ضد عناصر داعش في اسطنبول وتركيا عموما، كما ضد جماعة فتح الله جولن. أعود إليك مع الوزير وإلى مسألة تحرير الجنود. هل نحن اليوم أمام نمط جديد، نمط دفاعي جديد فيما يخص الجيش، وهل سنعود لربما للمطالبة بضرورة ولزوم تقوية الجيش أكثر من أي وقت مضى؟ طبيعي، ونحن بعتقد بكل الفترة اللي قضيناها بالحكومة كان همنا الوحيد والأساسي هو تقوية الجيش، ولكن كان في بعض العوائق ببعض الأمكنة تمنع هذه التقوية. بعتقد هلا بهذا الجو اللي موجود انه ممكن انه في مجلس وزراء عم بيشتغل، يقدر يشتغل ويأمن يعني كثير امور اساسيه بحاجه الى الجيش اللبناني. يعني ما بدنا نذكر ال3 مليار اللي راحوا ولا المليار اللي راح ولا التقديمات اللي كانت مقدمتها روسيا وهلا عم نشوف انه ممكن انه ترجع تقدم عن جديد، ولا ايران العرض اللي عملته وقدمته على ايامنا، ولا كمان شو انحكى من بعد السوق الاوروبيه المشتركه او من عند الامريكان اللي كانوا يعطوا بواسطه الاردن. يعني هذا الموضوع بعتقد انه اذا بصير في اعلان نتفه اهتمام زايد ومجلس الوزراء والحكم بياخذ نتفه ملاحقه طبيعيه وحسيسه عليه، وهنالك وزير دفاع بيقدر يتابع هالموضوع بشكل سريع وقوي، ممكن انه نقدر نحصل، لانه فعلا على ايام ما كنا الجيش اللبناني بحاجه كثير الى تسليح. امكانياته بعدها امكانيات شوي قديمه، بعدها امكانياته شوي من السنين اللي مرقت، صار بحاجه مع التطور التقني للاسلحه بكل العالم بحاجه الجيش اللبناني انه يكون يمتلكها، لانه اثبت جداره الجيش اللبناني واثبت مناعه واثبت قدره واثبت، وهيك بكل المدارس اللي بنعمل فيها اركان بكل العالم بتشهد انه الضباط اللبنانيين اللي عم بيروحوا يعملوا دورات عم بيكونوا من ألمع الضباط، والدروس العسكريه اللي قامت فيها ببعض الاوقات قياده الجيش والعسكر بلبنان كانت كثير نتائج جيدة وعطيت نوع من الخبرة المهمة. فبنتمنى تقوية الجيش اللبناني إلى أبعد معنى، لأنه بين امبارح وعم ببين أنه هو الضامن لوحدة البلد وضامن لبناء البلد إذا السياسيين بيتعاطوا معه ولتحرير أراضيه أيضا. طيب ولتحرير أراضيه طبيعي. طيب مع الوزير، يعني تحدثت في بداية الحلقة عن ربما العمل المشترك الذي شاهدناه هذه المرة بين الجيش اللبناني من جهة والمقاومة، كان هناك تزامن للعمليات واشتراك فيها. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أطلق معادلة جديدة، كان هناك معادلة ذهبية، معادلة ثلاثية ذهبية يقال عنها، وهي الجيش والشعب والمقاومة. من المعادلة المعهودة. نعم، اليوم أضيف إليها ربما الجيش السوري. إلى أي حد هذه المعادلة الجديدة يعني مقبولة سياسيا، وإلى أي حد هي ضرورة عسكرية وأمنية للبنان؟ هلا أنت بتعرفي تماما إنه هذا الموضوع في انقسام سياسي عليه حوله بالبلد. ضلينا على شهرين قبل العملية نحكي بنتعاطى مع الجيش السوري والجيش اللبناني بيتعاطى معه وبنحكي معه ولا لا، واللواء عباس إبراهيم الله يوجه له كل تحية بما قام ويقوم وسيقوم، أنه قدر الإمكان نفذ هذا الاحتقان اللي كان موجود. أنا بتمنى أنه هذا الموضوع أو أي موضوع بينطرح الشرح، ما يكون مادة خلافية بقى للبنانيين، وهذا الموضوع بالنسبة للسوريين تحديدا، انه بدنا نعترف بالنهاية انه في جيشين وفي جيشين بيقدروا يتعاملوا مع بعضهم، وبدنا نعترف انه في لهلا في شيء يعني اللي بيحب انه بعده النظام ولا بيحب انه النظام موجود، بس هذا النظام قائم وبعده هو بيدفع معاشات وبيقوم بالمشاريع وبيعمل هلا بنتمنى انه هنالك قنبله كثير مهمه وموقوته وانا بحذر منها هي النازحين بلبنان. نعم هذا موضوع سينعكس هذا الموضوع على موضوع اكيد بده ينعكس، كله بينعكس على بعضه. ليش خلينا نتعلم من قصه القضيه الفلسطينيه وما انتجت اليه، وبعدنا لهلا ليش الصدفه اللي كانت وقت تحرير الجرود تحركت عين الحلوه، انه في اسئله كثير يجب كمان. النازحين تقول بانهم لا زالوا قنبله موقوته، اليوم هم لا زالوا كذلك ام ان سوف نشهد بدايه حلحله يعني ربما مع انا اللي عم شوفه انه العوده اللي عم بتكون خجوله امام الواقع اللي نحن فيه. عودة خجولة يعني نحكي بكم ألف عم بيرجع، مش بالإحصاءات اللي طلعت عن هون وهون وهون. ما هو المطلوب اليوم برأيك؟ مطلوب أنه ينحكى بهالموضوع، يعني ما معقول نضل ماسكين دينتنا بالقلب، ننحكى مع الدولة السورية أنه في أماكن آمنة وفي أماكن عم بيوصل لها أكل وعم بيوصل لها مساعدات وعم بيوصل لها كل شيء، هالناس اللي قاعدة هون وفيها ترجع إلى مكانها الأمني ترجع، ليش بدنا نضل تاركينها؟ نحن عندنا مشاكل بلبنان، عندنا أزمة بلبنان، نحن في واقع اجتماعي اليوم صعب بالبلد، في واقع مالي اقتصادي صعب كثير بالبلد، في موضوع الكهرباء، في موضوع المي، في موضوع السدود، في موضوع الشواطئ، في موضوع النفط، في كل هالامور هيدي، يا بده يقوم هذا البلد على اجره ويوقف ويبني حاله ويمشي، يا اما خلينا على طول بنبكي وبنوقف على الاطلال وبنصرخ. بدقيقه مع الوزير، يعني ما هي التحديات الامنيه التي يواجهها لبنان او التي سيواجهها لبنان ربما في المرحله المقبله برايك؟ التحديات الامنيه، التحديات الامنيه انا بفزع من شغلي وبس، بعتقد انه الامنيين بلبنان كافه القوى الامنيه لاقطة الوضع الى حد ما، بفزع من بعض الخلايا النائمه انها تقوم باي تحركات على الساحه، لحديت هلا نشكر الله ماشي الحال، بس بتمنى الانتباه والحذر، وبعول لاني بعرف كيف بيشتغلوا هالامنيين، وبتمنى انه هن يضلوا الواجهه اللي بتقدر تبعد هذا الخطر عنا. شكرا جزيلا لك مع الوزير فايز غصن، وأنت وزير الدفاع الوطني السابق، على هذا المشاركة معنا في حلقة آخر طبعة. شكرا لك. إذا مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من آخر طبعة، الموعد يتجدد في صباح الغد، إلى اللقاء.